السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور سجل عبد الله. اليوم بدي أبدأ أشرح موضوع الـ ECG. طبعا بالبداية شو يعني كلمة ECG؟ الـ ECG هو عبارة عن طريقة معينة وجهاز معين بيقيس لنا الكهرباء تبعت القلب عن طريق قياس الموجات في من جهة لجهة وعلى حسب كل ليد عندنا. في البداية قبل ما نحكي عن موضوع الليدات وعن أي موضوع تاني، رح نبدأ نحكي عن استخدامات وتعريف الـ ECG علميا. طيب الإلكتروكارديوغرام طبعا هو جهاز إحنا بنستخدمه، حكينا علشان نتأكد من نبضات القلب وعن الريذم تبعها، هل هي إشي ريجولر أو إرريجولر، عشان نحدد بعض أمراض القلب وعلشان إحنا نعرف هل المريض هاد في مرحلة خطر أو هو وضعه طبيعي جدا والقلب سليم. هو دايما المستشفيات عنا بتبدأ تاخده as a first step لأكثر من مرض معين ولأكثر من مريض، ودايما يعني أي حدا بيروح على المستشفى مثلا بيعاني من chest pain أو مثلا ديزنيا أو أي شيء، بالبداية بيبدو معه بالـ ECG والـ X-ray عشان يتطمنوا على سلامة الهارت واللانج. بس الـ ECG احنا بنستخدمه دايما علشان نطمن على سلامة الهارت اكثر من اللنج. طيب رح نبدأ نحكي هسا انه الـ ECG برضو كمان احنا بنستخدمه بالسيرجري مثلا، واحنا عملنا نعمل تشيك على الهارت تبع المريض خلال وقت العمليات، وبرضو كمان اللي بيعرف يقرأه هو الدكتور، ويعني في شوية ممرضين بيكونوا شوي عندهم خبرة بموضوع الـ ECG، بس اللي لازم يقرأه هو كارديولوجيست معين، ومش شرط كارديولوجيست، ممكن أي واحد يعني بالطوارئ أو أي طبيب متمكن منه. طيب when it use إحنا متى رح نستخدمه؟ أول إشي زي ما حكينا patient جاينا بـ chest pain palpitation، عنده حاس بتسارع، عنده dizziness دايخ مثلا، أو عنده dyspnea or shortness of breath. طيب وهو كمان في بعض البيشنت هم اصلا بيكونوا مصنفين as مثلا coronary heart disease patient or heart or arrhythmia، يعني عندهم واحد مثلا جاينا ب heart attack او امراض الكارديوميوباثي تبعت ال heart wall اللي بتأثر عليه بيصير thick و enlarged. هذا هو الشكل ورقة الـ ECG. طبعا هي بتتكون من مجموعة من المربعات. طبعا قبل ما احنا نحكي عن المربعات، احنا عنا 12 ليد، 3 لمب، وعنا 6 تشيست، وفي عنا كمان 3 وعنا 3 augmented ليد. طيب هلا بنيجي احنا رح نحكي عن طبعا شغل الليدات هاد، يعني هو حلو انه الواحد يقرأ عنه، بس علشان احنا نخلي مدة الفيديو قصيرة يعني ممكن نرجع للمحاضرات الاصلية ونشوف احنا انا كاتبة بالتفصيل كل ليد شو اتجاهه. بس قبل هيك احنا لازم نعرف هل الليدات هاي موجبة او سالبة. طيب انا رح ابدأ احكي عن هاي الليدات هنا برسمة بسيطة. هذا الهارت نرسمه هيك، هذا عنا الشامبرز، هاد الليفت فينتريكل، وهذا الرايت فينتريكل. طيب دائما كهربة القلب جاية باتجاه الليفت فينتريكل، تمام؟ فإحنا عنا أي إشي بعيد عن الليفت فينتريكل هو حيكون نيجاتيف، وأي شيء قريب على الليفت فينتريكل حيكون بوزيتيف. ففي إحنا عنا 3 ليد نيجاتيف وعنا الباقي كلياتهم بوزيتيف. كلمة نيجاتيف يعني إحنا رح نشوف الموجة تاعت الـ ECG مقلوبة عكس الشكل الطبيعي لإلها، يعني إحنا حنشوفها مثلا هيك، تمام؟ هو أنا رسمتها شوي بالعكس، بس هي حتكون هيك مقلوبة. بس مثلا البوزيتيف لا، هي بي ويف، هاي كيو آر أس كومبلكس، وهاي التي ويف، هاد البوزيتيف ليد وهاد النيجاتيف ليد. طيب احنا عنا من V1 لحد
يعني V1 هون، V2 لحد V6، تمام؟ فإحنا عنا V1 نيجاتيف و V2 نيجاتيف و V3 نيجاتيف. هاي بالنسبة للجست ليد. بالنسبة لللمب ليد إحنا عنا الرايت فوت الاي في ار نيجاتيف، تمام؟ فاحنا عندنا هاد الليد كمان، احنا عندنا هيك اربع ليدات نيجاتيف. طيب فالباقي كلياته بوزيتيف. فنرجع نعمل سمري للرسمه. احنا عندنا من V1 ل V3 نيجاتيف، وعندنا AVR بوزيتيف، لانه دائما الرايت هو بعيد عن الليفت فينتريكل، ومن V1 ل V3 برضو كمان هم بعاد عن الليفت فينتريكل. طيب هاي هي ورقة الاي سي جي، فرح نبدا نحكي حاليا عن المربعات. طيب بالنسبة للمربعات احنا عنا كل one large، طبعا احنا عنا large square، المربع الكبير بيحتوي على خمس مربعات صغار. احنا بنحسب المسافة هون عنا بالثانية. عنا large box هو يعني مدته 0.2 seconds، وكل خمسة large box لو احنا ضربناهم حيطلع عنا يعني مثلا خمسة ضرب 0.2 حيطلع عنا ثانية واحدة، يعني كل خمس مربعات رح يعطونا ثانية. طيب بينما السمول بوكس أو المربعات الصغيرة اللي جوات المربعات الكبير هم عبارة عن 0.04، يعني مش حنحكي كثير عنهم، احنا أغلب تعاملنا مع المربع الكبير. طيب How to report an ECG، كيف إحنا بدنا نعلق على الاي سي جي؟ إحنا علشان نعلق أول شيء حنعلق على الريت وعلى الريذم وعلى الانترفال، ورح نعلق على الكيو آر إس كومبلكس وعلى الاس تي سيجمنت وعلى تي ويف، فحنبدأ نحكي عنهم واحد واحد. طبعا هاي جست ليد زي ما إحنا حكينا، من عندنا إحنا V1 V2 V3 V1 2 3 هم نيجاتيف ويف، وعندنا في 4 5 6 هم بوزيتيف ويف طبعا، وما ننسى نضيف ال AVR. طيب نورمال امبولس كوندكشن، طيب شو يعني كلمه نورمال امبولس كوندكشن؟ احنا عندنا الساينو اتريال نود، هي البيس ميكر تبعت القلب، اللي هي المكان اللي رح يبدا منه الاكشن بوتنشال يمشي بالقلب، واحنا بنعرف دائما انه هي الاكشن بوتنشال من 100 من 70 ل 120، يعني بس بالوضع بالإنسان الطبيعي هي ما بتشتغل على 70، هي ما بتشتغل على 120، هي شغلها على 70. طيب كيف احنا رح نحكي عن هاي الاس اي نود؟ هاي الاس اي نود هي رح تبدا تنقل عنا امبولس الى الاي في نود. الاي في نود هي جايه نود بهاي المنطقه زي ما هو موضح عنا بالرسمة، وبعدين من الـ AV node هاي للـ bundle of his اللي هم ماشيين معانا بالصورة، ومن الـ bundle of his للـ bundle branch لآخر شيء الـ Purkinje fibers. طيب وشو رح يفيدنا هذا بالـ ECG؟ هو هنا بس عشان يفرجينا شو الـ action اللي بيصير بالـ heart. طبعا احنا بنعرف انه في اشي عنا اسمه الـ atrial depolarization والـ repolarization. طبعا احنا هنا راح ارسم لكم انا اي سي جي او على الاي سي جي المرسوم هون، لا هو مش موضح كثير رسمات. طيب راح ارسم انا واحد، عندنا خط الاي سي جي، عندنا بي ويف، وعندنا الكيو ار اس كومبلكس، وعندنا الاس تي سيجمنت، وعندنا التي ويف. طبعا انا رسمته بهاي الطريقه، يعني هو هون بيجي اصلا، هو مفروض يكون الكيو ار اس كومبلكس مفروض يكون نارو، يعني هو بالوضع الطبيعي ما بيكون وايد، هلا رح نحكي عنه بالتفصيل. طيب بس انا علشان اوضح لكم الصوره الصح، فعندنا هون اول شيء البي ويف. هاي البي ويف هي بتعبر عن الاتريال دي
بولا رايزيشن. وعندنا الكيو ار اس كومبلكس هو عبارة عن الفنتيكولر دي بولاريزيشن. وعندنا التي ويف هي عبارة عن الفنتيكولر ري بولاريزيشن. تمام، فهون عارف هي الرسم شوي معجقة، بس أنا يعني خطي كثير شوي سيء. المهم راح أرجع أشرحها هسه لقدام شوي على رسمة، أنا مش عارفة مش حاطة هون. طيب، أول إشي بدنا نحكي عن الـ types of ECG. طيب شو أنواع الـ ECG؟ الـ ECG هو عبارة عن أول إشي في عنا الـ resting ECG، يعني هذا إحنا رح نعمله للمريض وهو بـ comfortable position، يعني قاعد مش عم بيعمل أي job ولا أي function. أما الـ stress or exercise ECG هو عبارة عن ديفايس احنا رح نستخدمه والبيشنت مثلا عم بيركض، او طبعا هو موجود بالمستشفى يعني بغرفة محطوط اسمها الستريس اي سي جي روم، يعني معروفة دايما بنستخدمها لكبار السن، لانه بالعادة القلب عندهم ما رح يعطينا الريذم الا اذا كانوا مثلا بوضع ستريس، دايما بيكونوا مثلا بحالة انه هارت بلوك فيرست او سكند ديجري مثلا، فإحنا مضطرين إنه نلعبهم على الستريس. وبرضو كمان الديابيتيك بيشنت. في عنا الأمبيولاتوري إي سي جي، هذا إحنا بنستخدمه للناس اللي عندهم أريدميا، طبعا بأريدميا يعني إشي مستمر معاهم، يعني مش لفترة ولا لفترتين. طبعا هو يعني بيستخدم يعني بالبيت تقريبا، هو جهاز بينحط لمدة أكثر من يوم احنا عشان ناخذ قراءات الاي سي جي، عشان مثلا نحدد لو في شيء مخفي، في شيء مثلا خبيث ما راح احنا نقدر نحدده بالمستشفى. طيب في عنا هلا الهارت ريت، احنا راح نتعلم كيف اليوم نحسب الهارت ريت. طبعا عنا هاي الاي سي جي، واحنا عنا اكثر من طريقه عشان نحسب الهارت ريت، فدائما احنا راح نيجي نعد ال سوري لو كان مثلا حنشوفه لو كان regular rhythm او irregular rhythm. طيب لو كان regular rhythm احنا حنيجي نعد المسافة سوري العدد المربعات بين الاثنين r، مش احنا في عندنا هاي القمة اللي اسمها r، احنا رح نعد عدد المربعات الكبار طبعا مش الصغار بين ال 2r. طيب لو مثلا هو كان irregular، لا احنا هنا في طريقة تانية احنا نتعلم عليها، اللي هي طبعا هذا الكلام اللي مكتوب هو انا نفس تقريبا اللي حكيته عن اللارج سكوير والسمول سكوير. طيب وهذا الريجولر ريذم اللي هو هون عندنا بيكون اللي هو المسافه اللي بتكون بين التو ار ويف. تمام، واحنا علشان نحسبه بنعد هدول عدد المربعات وبعدين نقسم 300 على عدد المربعات زي ما هو موضح بالقانون اللي باخر السلايد. يعني مثلا لو احنا عندنا كان خمس مثلا بين هاي سوري هو هون مش نورمال اي سي جي، هو من الباوربوينت، بس مثلا لو هو كان ريجولر احنا هنعد 1 2 مثلا 3، هنقسم 300 على 3 مثلا حيطلع معانا الناتج 100. وبالعاده اصلا ورقه الاي سي جي هي اللي بتكون محدده معانا. نيجي للريجولر ريذم. طبعا شو الريجولر ريذم؟ هون احنا عنا لما احنا بنيجي بنشوف المسافة بين الار انترف ويف بنشوفها احنا مش متساوية باكثر من ليد، احنا رح نحكي هون انه لا هذا الريجولر ريذم، او البيشنت هون عنا بوضع الريجولر. طبعا الريجولر ريذم دايما له طريقة معينة لحساب الهارت ريت، واللي هي انه احنا بنحسب عدد الار ويف ب 30 مربع. بعد ما احنا يعني نحسبهم ب 30 مربع او ب 10 سكند احنا راح نضربهم ب 6، فهذا القانون الثاني اللي هو بنستخدمه احنا للريجولر ريذم. طيب طبعا احنا في عندنا اكثر من نوع من الريجولر ريذم، لو بدنا نعلق احنا على الريذم يعني في عندنا اما ريجولر ريذم اور ريجولر ريذم. طيب الريجولر ريذم عندنا الريجولر ريجولاريتي
باي جيمي اور تراي جيمي، وعندنا الريجولر الريجولاريتي زي الاتريال فايبريليشن، واحنا حنحكي عن كل وحده فيهم بالتفصيل شوي بس مش بهاي الليكتشر. هنيجي احنا نعلق على اول اشي على البي ويف. طبعا احنا زي ما اتفقنا انه هذا الكومبلكس اللي هو عنا اول اشي بيتكون من بي ويف، معلش ارسمها. فاحنا عنا هاي البي ويف هي حتكون بوينتي، تمام، يعني بالوضع هو هيك شوي جاي لجوا، او بفت حتكون يعني abnormal in its shape، او يعني مثل هيك مثلا، او هيك القمة تبعتها مش حتكون طبيعية. هاي بحالة left ventricular hypertrophy. فاحنا بالعادة يعني هي مش حتبين كتير معانا شكلها بالورقة الـ ECG، فاحنا مش بالعادة يعني مش رح ندقق على هاي الـ B wave، بس هي مهمة بالـ right ventricular hypertrophy or left ventricular hypertrophy. نجي نحكي هون احنا عنا على الاشي الثاني اللي هو الـ QRS complex. طيب وين الانك؟ اوكي، في احنا عنا هون هذا الكومبلكس. طيب انا مش رح ارسم الباقي، هو هون عنا Q، هاي R وهاي S. طيب الـ QRS complex هذا هو لازم تكون قيمته 0.12 second duration، يعني لازم تكون هاي القيمة. لو كان أكثر من هيك يعني إحنا في عنا بلوك. شو يعني بلوك؟ يعني إنه الإمبولاس طولت على بين ما وصلته، أو الفنتريكل رح ياخد وقت أكثر وهو عماله بيعمل الديبولاريزيشن. طيب ونوع البلوك في عنا رايت برانش أو ليفت برانش. طيب عن شو الرايت برانش؟ يا أما على الرايت سايد، والليفت برانش جاي على الليفت سايد، يعني هاي الهارت. هاي احنا مش بالعادة من الاس اي نود توصل عنا لهون او لهون، فلو كان في عنا بلوك بتكون رايت مثلا او ليفت على حسب ما احنا عنا. طيب بالنسبة للبي ار انترفال اللي هي الـ زي بيحكولها المسافة اللي بين البي ويف لحد الار ويف، تمام، يعني هاي طيب هاي هي بي، هاي الار، فاحنا رح نحسب هاي المسافة. طبعا هاي المسافة مهمة برضو عنا عشان احنا نحدد الهارت بلوك. طيب هسا هي قيمتها من 0.12 لحد 0.2 سكند، تمام. فاحنا لو شفنا انه هي جاية كتير شورت قليلة، فاحنا معناها عنا يا اما عنا مثلا احنا التاكي كارديا او الفنتريكلر، يعني عملية التوصيل من الاتريا للفنتريكل هي كتير سريعة، فاحنا هون عنا أخذت كمية كثير بسرعة علشان هي تمشي، أو عملية النقل النبضات سريعة جدا بحالة التاكي كارديا أو بحالة وي دبليو وي سيندروم، سوري دبليو بي دبليو سيندروم. طبعا هاي بتكون إنه إحنا عنا أكسسوري باثوي، طريقة ثانية بتوصل الإمبولس من الآتري للفنتريكل غير الطريقة الطبيعية، وبرضه رح نحكي عنها لقدام بالتفصيل. طيب لو كانت هي too long يعني أطول من 0.2، إحنا هون رح نحكي عنها the first or the second degree heart block. طيب نيجي نحكي هون عن ال QRS complex. طبعا هذا الكومبلكس هو شيء كتير مهم. ليه؟ لأنه هو لو مثلا كان هذا الكومبلكس كتير عريض رح يورجينا إنه هذا البيشن داخل بمراحل الventricular تاكي كارديا، تمام. لو كان مثلا هو كتير ضيق، لا هو مثلا في عنا احنا حالات ثانية زي الاتريال تاكي كارديا رح نحكي عنهم لقدام بمحاضرة الاريتمية. طيب زي ما احنا بنعرف انه الـ QRS complex بالعادة يعني احنا مش كتير رح نستخدمه زي ما هو يعني مكتوب هنا،
بس هو لا، هو بالوضع الطبيعي هو رح يكون يوسفل، لأنه إحنا حنستخدمه لو بدنا نعرف. طبعا يعني هو مبني على أشياء ثانية، تمام؟ يعني مثلا للفنتيكولر تاكي كارديا زي ما رح نشوف قدام، رح يكون مثلا مترافق معه مثلا ابسنس للبي ويف، تمام؟ فهو مش دائما يعني حيكون كوريكت، بس هو بيكون معه أشياء ثانية حتفرجينا شيء. طيب نيجي نحكي على الاس تي سيجمنت. طبعا هاي لها دخل بموضوع المايوكارديال انفاركشن. الحمد لله هون في عندنا رسمه جاهزه. طيب في عندنا اول شيء الاس تي ديبريشن. الاس تي ديبريشن هون راح تكون عندنا يعني لو هاي الاس تي او هاي المسافه، هاي المسافه يعني شايفين هذا الخط، لو هاي المسافه كانت تحت هذا الخط، تمام؟ احنا هون بنسميه اس تي ديبريشن. طيب بأي حال الاس تي ديبريشن هون لو احنا كان في عنا يعني بداية اسكيميا للهارت بس مش انفاركشن، يعني في نقص تروية للقلب بس نقص التروية هاي ما أدت إلى موت مجموعة من خلايا القلب. طبعا هي على حسب الافلاترال اور ميديال، برضو كمان حنحكي بالضبط عن المايوكارديال انفاركشن لقدام، وحنحكي بالضبط عن موضوع الليدات، بس هسا احنا مهم نعرف البيسك. اوكي طيب عندنا احنا هون الاس تي اليفيشن. الاس تي اليفيشن هون بحاله الانفاركشن او البريكاردايتس. في فرق بين الانفاركشن والبريكاردايتس على حسب لو كانت كونكيف او لو كانت كونفكس. كونفكس بالانفاركشن، كونكيف بالبريكاردايتس. طيب في عندنا الانفاركشن هون بحاله الكورونري اوكلوجن لو هو تسكر تماما، فهاي الاس تي راح ترتفع، راح تشوفوا هيك موج كثير كبيره مرتفعة، وهسه رح نشوفها بالصور اللي لقدام. طيب زي مثلا هنا شايفين هو اتوقع اشي كثير واضح. طبعا احنا رح نعمل حصة تدريب على الكلام اللي حكيناه، بس هسه احنا مفروض نعرف البيسك بس. لو كانت هي greater than one small box بليدين تقريبا، على الأقلية هي لازم تكون بليدين، بتكون مايوكارديال انفاركشن. بس لو كانت بيريكارديتس، لا، البيريكارديتس بيكون هذا الاليفيشن اللي هو اللي موضح معانا حيكون بكل الليدات. اتفقنا انه الانفاركشن حتكون هي بتو ليدز، بس المايوكارديال سوري بس البيريكارديتس حتكون ان اول ليدز. بحكي لنا طبعا one way to diagnose an acute MI is to look for elevation of the ST segment، يعني احنا حنطلع عليها لو هي مثلا كانت طالعة عن الحد الطبيعي. يعني هي هاي السيجمنت كثير مهمة لو نازلة او لو طالعة. طبعا يعني احنا قدام حنكون دكاترة بالمستشفى، لو اجانا مثلا مريض وفرجانا ورقة الاي سي جي وشفنا لو كانت هاي الST طالعة، حنروح بسرعة النادي على كارديولوجيست، عشان هون البيشنت بيكون فايت عنا بحالة مايوكارديال انفاركشن وشي كثير خطير. بس لو كانت هي برضو كمان نازلة، برضو احنا كمان لازم ننادي على كارديولوجيست، بروح هو بيعملوا الايكول للبيشنت وبيحدد لو مثلا هو عنده مايترال برولابس، خلص بيكون شي طبيعي. لو هو مثلا كانت في ميل وطويلة برضو شي طبيعي. بس مثلا لا، لو كانت واحد مثلا عنده ريسك فاكتور سموكر كذا، ديابيتس عنده، واحد عنده هايبرتنشن، لا بيضطروا هنا يعطوه أدوية أسبرين وأشياء مذيبة للجلطة اللي بالكورونري أرتري. طيب هاي بالنسبة لأنواع الـ يعني هي أتوقع هي حفظ أكثر مما هي فهم. فلو كانت مثلا بالانتيريور ليد بتكون بأي اي سي جي مثلا بـ V1 V2 V3، لو مثلا كانت باللاترال ليد حتكون بالـ AVR AVL، لو مثلا كانت بالانفيريور حتكون بليد 2 و3 والاي في اف، على حسب مكان الانفاركشن او وين صارت عندنا المصيبه. يعني لو احنا مثلا لقينا اليفيشن ب ليد 2 مثلا وليد اي في ال مثلا مع بعض الاثنين حنحكي لاترال، تمام؟ لو كانت مثلا ب في 1 2 3 حنحكي لا هذا انتيريور، لو كانت ب في 1 وفي 2 سبتال. يعني هي اصلا المفروض تكون بس بليدين أو ثلاث ليدات، يعني من اثنين لثلاث. لو كانت بأكثر من ليد أو بكل الليدات، لا هذا مش مايوكارديال انفاركشن ولا اسكيميا، هاد بنطلعه دايركت بريكارديتس انفلاميشن ان ذا هارت.
طيب احنا هنا يعني تقريبا خلصنا، بس اخر شيء عندنا التي ويف. طبعا التي ويف بتكون بيكت بحاله الهايبركاليميا وانفيرتد بحاله الاسكيميا، يعني مقلوب الانفيرتد طبعا او بالانفاركشن برضه بتكون هي مقلوبه. احنا راح نحكي عن each disease one by one، بس اهم شيء هلا بنهاي الليكتشر انه احنا نعرف البيسك. زي ما حكينا بدنا نعمل كومنت على الهارت، سوري على الريت، على الريذم، على البي، على الكيو ار اس، على التي ويف، على السيجمنت تي سيجمنت اس تي سيجمنت وكيو ار اس سوري وبي بي ار انترفال. لازم نعرف كل وحده فيهم وكل وحده ايش اهميتها من هذا الفيديو. والمفروض نعرف عندنا كيف شكل الاي سي جي النورمال اي سي جي، نطول مثلا اوراق اي سي جي من الانترنت ونبدا نقراها ونعمل كومنت عليها. يعطيكم الف عافيه، كانت معكم سجل عبد الله، يا رب تكون مفيده لكم.